اهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات التعديل باستخدام الذكاء الصناعي على برنامج فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصفية البشرة باحترافية تامة من خلال الذكاء الصناعي باستخدام برنامج فوتوشوب. طبعا في البداية راح نذهب الى اداة التحديد وراح نحدد منطقة الوجه بهذه الطريقة، وطبعا نضغط على الالت وراح نفرغ الشفاه، نستقطع الشفاه وطبعا منطقة الانف هذه المنطقة، وطبعا العيون او الاجفان، وطبعا نختار الحواجب ايضا بهذه الطريقة طبعا. وطبعا راح نخاطب البرنامج او نخاطب الذكاء الصناعي من هذه الاداة. طبعا راح نكتب remove face assign، وطبعا راح نضغط على generate، طبعا مثل ما لاحظ نتائج رائعة جدا. طبعا عندنا عدة خيارات للاختيار، هذا الاختيار جيد ولكن هذا الاختيار ايضا رائع جدا. مثل ما لاحظ انه تمت التصفية بدقة عالية مع ظهور المسامات بطريقة رائعة جداً.